أجواء صيفية رطبة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة مرتفعة عم تتخطى معدلاتها السنوية على الجبال لتوصل ل 36 درجة بالمناطق الداخلية مع رياح شرقية جافة ناشطة ببعض الأحيان مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة ممكن تؤدي لحرائق بالغابات. أما على الساحل الحرارة مرتفعة خلال النهار مع نسبة رطوبة عالية عم تتخطى 80% وبتزيد الشعور بالحر لتصير الحرارة المحسوسة 35 درجة بينما الفعلية 32 درجة. ننتقل لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية والبداية من أنفه 32 درجة، عين سحلتا 29 درجة، بنت جبال 31 درجة، عنجر 35 مع انخفاض بالحرارة ليلا. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين منشوفهم مع بعض. نهار السبت والأحد درجات حرارة متشابهة 31 درجة 25 أدناها غائم جزئيا، نهار التنين تنخفض أيضا بشكل طفيف لتوصل لل 24 30 درجة. هيدا كان جونا لليوم، منشوفكم بكرة بجو جديد. أما هلأ فللأجواء الإخبارية.